والخبر اللي معانا ده خبر مهم جدا لانه خاص بطلبه الثانويه العامه بعد ما تم اعلان التشكيل على لجنه كلفتها الوزاره باستقبال ودراسه مقترحات طلاب الثانويه العامه. وده بقول لحضراتكم خبر مهم جدا عشان يعرفوا رايهم حوالين جدول الامتحانات، ايه اللي اقترحته الوزاره وتم الاعلان عنه الاسبوع اللي فات، وبعد ما تستقبل اللجنه هذه الاراء اللي المفروض انها مهمتها انها تكون مطابقه او تطابق هذه الاراء او تكون انطباع عنها، فعشان كده يعرفوا هل الجدول اللي بتعده الوزارة هو بيناسب الطلبة ولا لأ، هل هتناسب امتحانات الثانوية العامة مع المدارس الدولية. والحقيقة أنا بشوف أن ده خبر مهم قوي لكل حد من ولادنا في الثانوية العامة، سواء إذا كان ابنه في مدرسة خاصة أو في مدرسة حكومية، لأنه معنى كده أنه الدولة أو الوزارة كمان بتراعي الولاد امتحانات المواد القومية اللي هيقوموا بيها، وده بعد ما هتقوم الوزارة بتلبية رغبات الطلاب وانها تعمل توازن ما بين زمايلهم سواء اذا كانوا في المدارس دي او المدارس الاخرى. احنا معانا على التليفون الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير استاذه اسماء، اهلا بحضرتك. يعني انا شخصيا الخبر ده انا شايفاه بشره خير لجميع الاهالي، واهتمام حضراتكم ب يعني عمل توازن ومراعاه البعد الانساني لكل طالب وتلبيه رغبات الطلبه في المواد، يعني ده اعتقد انه ليه مردود ايجابي جدا جدا على الطلبه ورضاهم عن الجدول والاداء. مش هنسمع السنه دي اقصد ما يقال انه الجدول وعدد الايام وما الى ذلك. استاذ اسماء انا بشكرك الاول لان انت وضحت نقطه في غايه الاهميه، وهي ان احنا عشان نعمل الجدول ده وصناعه جهاز الجدول لازم ما يبقاش عندي تضارب مع المدارس الدوليه، لان انا عندي المدارس الدوليه بيشتركوا معايا في بعض المواد اللغه العربيه والمواد القوميه، فقد يتعارض جدولهم مع جدولي مع جدول الثانويه العامه. فاحنا بنتلقى منهم خطابات، ولكن احنا كمان بنتيح الجدول للحوار المجتمعي علشان لو حد عنده اي تضارب يبلغنا قبل ما الجدول يعتمد من السيد الوزير. احنا حرصنا اكتر زي ما حضرتك تفضلتي بان يبقى عندنا مسافات يعني لاولادنا يراجعوا فيها. عندي ضوابط بتحكمني في الجدول، يعني انا كمان وانا بحط الجدول بيبقى عندي خطه التصحيح للمواد الدراسيه، فيبقى في مواد مثلا زي الاقتصاد والجغرافيا نفس الناس اللي بتصححها، المواد الرياضه كلها المعلمين اللي بتصححها هم فبرضه ما ببقاش ببعد المواد عن بعضها عشان المصححين ما يرجعوش ويرجعوا، يعني يخلصوا ماده ويرجع يروح وارجع استدعيه تاني. لكن في النهايه احنا عايزين راحه الطلاب، في عندنا في مواد بينها اربع ايام وفي مواد بينها ثلاث ايام وفي عاطين عطله بعض الايام. ابرز المقترحات اللي جاتنا لما اللجنه بلغتني بيها هو بعض المطالبات بان التاريخ والفيزياء يبقوا مكان الكيمياء والجغرافيا، والناس اللي بتقول ان الرياضيات مظلومه شويه، هي الفكره عندي في الرياضيات ان هم الرياضيات اربع مواد بس هم فرعين، هم فرعين كبار، يعني اربع فروع لكن هم مادتين كبار. ان شاء الله ربنا ييسر ونلبي طلباتهم. انا بس حابب اقول يا ريت كل الناس اللي في المدارس الدوليه او في اي نوع من المدارس المختلفه سواء الخاصه او وعنده راي او عنده تضارب يبلغنا فورا. يعني ده حضرتك بتوجه النداء وبتناشد الجميع انه اذا حد ما زال لديه اي شكوى او مقترحات عليه ان يتقدم بها للوزاره او تعارض او يعني تعارض مثلا يعني. عنده امتحان في السات، عنده امتحان في الاي جي، عنده امتحان في الفرنسي، يقول نعرف علشان لما الجدول هيعتمد من السيد الوزير خلاص مش هنرجع. طب دكتور رضا، هل المدارس اللي يحصل يعني خليني برضو اتطرق مع حضرتك للجزئيه دي، بالفرض ان بعض المدارس الدوليه لديها حسابات اخرى بخصوص الامتحانات المتعلقه ببعض المواد، هل هيتم ترك الحريه لكل مدرسه ولا هيتم وضع جدول بشكل عام يعني يتناسب مع الجميع؟ لان احنا عندنا في مدارس مثلا الالماني او الفرنساوي او الامريكان دول كلهم مختلفين في مواعيد امتحاناتهم. بس هم عندهم ما ده لا، انا عندي اللغه العربيه اللي هم مشتركين معايا فيها، انا مش انا كل مصر هتمتحن اللغه العربيه مع بعض. تمام. هم يكون في اليوم ده ما عندهمش، فانا لان هو جدولهم اوريدي معروف ومسبق طبعا، فانا كمان انا اللي راعي ده، بس هم كمان ياكدوا على ده ويبلغوني. طبعا انا تواصلت مع الجهات كلها وجبنا، بس برضه لو في جديد عندهم برضه يبلغونا بهذا الايه بهذا الامر.
انا بس نصيحتي للطلبه يذاكروا كويس، وانا بقولها اهوت كرئيس عام امتحان، ويذاكروا من كتاب المدرسه. قد يتساءل البعض ليه كتاب المدرسه؟ ايوه، نموذج الاجابه يا استاذ اسماء لما بنيجي نعمله بنعمله من كتاب المدرسه، فتبقى خلاص الكلمه اللي اتكتبت هي اللي موجوده في كتاب المدرسه، فبالتالي المصحح ما فيش فيها ادنى تردد في انه يدي الدرجه كامله. طبعا في اسئله ما بتبقاش الاجابه فيها في صفحه معينه، يعني الاسئله اللي هي بتقيس المستويات العليا بنشير للصفحات اللي في الكتاب اللي لها علاقه بهذا السؤال، يعني ممكن يبقى سؤال جاي في موضوعين في ثلاثه مربطهم ببعض فبنشير. فانا نصيحتي لاولادي يذاكروا من كتاب المدرسه. برضو بقول لحضرتك ان شاء الله في مطلع الاسبوع القادم خلاص في نموذجين هينزلوا على موقع الوزاره، امتحانين في مترجمين بكل اللغات، برضو اولادنا يطلعوا عليهم باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله هتكون متاحه دي النماذج في خلال الاسبوعين يعني. لا الاسبوع القادم باذن الله. ان شاء الله الاسبوع القادم. طيب احنا عايزين نتكلم يا فندم بقى على سير العمليه التعليميه بشكل عام وتواجد المدرسين والمعلمين في المدارس، يعني طمنا على العمليه الدراسيه في مختلف المراحل. بص حضرتك يا استاذه اسماء، احنا طبعا عندنا بنحاول نسد العجز طبعا قدر ما نستطيع. احنا واستاذ وزير الماليه وافق لنا على الترخيص في الحصه بمقدار 20 جنيه، ودي هيكون فيها الطلاب المعلمين اللي هم كانوا بيشتغلوا معانا السنه اللي فاتت واثبتوا كفاءه، يعني برضو انا مش هروح اجيب اي حد يدرس لابني وانا مش مطمئن لادائه ولا الكفاءه. اكيد. فانا فبقول اهو هم اللي كانوا في 36,000 العام الماضي واثبتوا كفاءه ووفق الاحتياج ووفق الموارد الماليه المتاحه في كل مديريه، لان الاستاذ الوزير الماليه لما وافق على ان يبقى من موارد الذاتيه لكل مديريه تربيه وتعليم، وبالتالي أأمل إن احنا يبقى عندنا يعني في كل طالب أو كل فصل في مدرس بيدرس بإذن الله، ومدرس على درجة عالية. يعني أنا مش بجيب أي حد، لأن أنا عندي قانون بيحكمني لازم يكون مؤهل عالي تربوي هو اللي يعمل في عملية التدريس، وبقول دول اللي اشتغلوا العام الماضي، وبالتالي ومن أثبت منهم كفاءة. يعني ده نقطة مهمة جدا إن احنا طبعا هنجيب أي حد يشتغل في هذا في هذا الأمر، فضلا عن إن احنا خطبنا وزارة التضامن ايضا الخريجي كليات التربيه هيشتغلوا معانا في الخدمه العامه بعد تلقيهم تدريب باذن الله برضو ايضا. طيب لكن الحمد لله يا دكتور نقدر نطمن على سير العمليه التعليميه في كافه المراحل ولله الحمد يعني. العمليه التعليميه ماشيه كويس، انا في طريقي اصلا لاسكندريه الوقت حالا، لان عندنا حاجه في اسكندريه وان شاء الله نزور بعض المدارس، والسيد الوزير امبارح كان في سوهاج، احنا بنتابع متابعه ميدانيه وده مهم جدا. انا برضو عايز اطمن الناس احنا لو عندنا اي امراض او اي حاجه لن نتردد في ان احنا نعلنها، دي جزئيه هامه جدا يعني وزاره التربيه والتعليم. أي. لا ما مش هنخبي حد حاجه ولا من صالحنا ان احنا نخبي حاجه، بالعكس احنا على طول لو في حاجه هنعلن عنها علشان نتخذ الاجراءات الوقائيه والافتراضيه اللي موجوده. فانا بس بطمن الناس لان بصراحه السوشيال ميديا عامله مشكله كبيره جدا، شائعات فظيعه وفوتوشوب موجود، وده كلام انا مش عارف بصراحه لصالح مين الكلام ده بيحصل. انا بقول اهو كوزاره التربيه والتعليم والسيد الوزير واحنا كلنا لو عندنا حاجه احنا هنعلنها ولن نتردد. انا بشكرك جدا يا دكتور، يعني نورتنا وبشكرك على كل التصريحات والمعلومات دي. شكرا دكتور رضا حجازي نائب وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني.